النهاردة هنتكلم في مشروع لو اتعمل صح وعرفنا أسراره كلها وربنا كتب له النجاح هينقلك نقلة مختلفة تماما، لأن ده مشروع الكبار. النهاردة هنتكلم في توزيع المواد الغذائية. موضوع توزيع المواد الغذائية أو مشروع التوزيع ده من المشاريع اللي ممكن تنقل الإنسان أو المستثمر اللي هيشتغل فيها نقلة كبيرة جدا لو اتعمل صح ولو عرفنا الأسرار والتكات بتاعة التوزيع. أولا احنا نقصد بالمشروع في الأول وفي الآخر مشروع مصغر لتوزيع المواد الغذائية أو السلع الاستهلاكية أو مواد النظافة أو الحلويات، المواد المشروبات مثلا زي بيبسي كولا. لو نفترض ان احنا هنبدأ المشروع بعربية توزيع واحدة، وانت كرجل مستثمر هتقوم بالتوزيع على عربيتك كنواة وبذرة لمشروع كبير ان شاء الله. قدامنا طريق من الطريقين. اول طريق ان انت هتشتغل هتاخد وكالة شركة معينة او منتج معين، وانا لا احبذ ان انت تاخد وكالة منتج، لان اي وكالة هتديك الوكالة بتاعتها عشان توزع في منطقة اكيد هتبقى شركة مش قوية والمنتج بتاعها مش هيبقى معروف، وبالتالي انت هتلاقي صعاب كتير جدا في الموضوع ده. انا افضل ان انت تبدأ تشتغل في اصناف معروفة واصناف قوية وليها اسم في السوق. طيب ايه الميزة التنافسية اللي هتخليك تشتغل في صنف معروف وتخلي محل التجزئة يشتري منك وما يشتريش من الشركة؟ لازم يبقى عندك ميزة تنافسية. اول حاجة عشان يبقى عندك ميزة تنافسية لازم يبقى عندك حاجة من الاتنين، ان انت تكون بتعرف تشتري كويس. يعني لو ما بتعرفش تشتري كويس مش هتعرف تبيع نهائي. ركز في موضوع ان انت تكون بتعرف تشتري كويس، يكون عندك خبرة في المجال اللي انت هتشتغل فيه عشان تلاقي المصدر والسورس بتاع البضاعة اللي تجيبها بسعر كويس. الحاجة اللي بعد كده من المميزات التنافسية اللي انت يبقى عندك تنوع في بعض البضائع. يعني على سبيل المثال لو انت اخترت مجال الزيوت هتشتغل فيه يكون عندك كذا صنف من الزيوت، كذا اسم، كذا ساعة معينة. لو انت هتشتغل في المشروبات يبقى عندك كذا شركة بتشتغل فيها، يبقى عندك بيبسي، يبقى عندك كولا، يبقى عندك شويبس من كوكاكولا، يبقى عندك مية معدنية. في الوقت ده هيبقى عندك ميزة تنافسية ان انت بتنزل كذا صنف. لو انت هتشتغل في مشروبات غازية بس غير الكولا والبيبسي الشركات اللي هي درجة تانية، ممكن يبقى عندك كذا اسم من الشركات تشتري تنوع، يبقى عندك تنوع معين واسعار كويسة. التجارة القرش صياد فيها. يعني ايه القرش صياد؟ يعني انت عشان تعرف تشتري كويس لازم تشتري بفلوسك ولازم تشتري كاش عشان تقدر تحصل على اسعار جيدة في البداية. لان حضرتك لو حبيت تشتري من الشركات او حبيت تشتري من التجار هيبيعولك زي ما بيبيعوا للتجزئة او هيبيعولك زي ما بيبيعوا لمحلات الجملة. انت عايز ميزة قوية. الميزة القوية اللي انت هتشتغل بيها ان انت هتشتغل بتشتري بضاعة كاش، بتشتري تنوع من الصنف اللي انت هتشتغل فيه، وتبدأ تنزل المكان اللي هتنزله توزع على تجار التجزئة عشان تلاقي ربحية معينة. ايه الاخطاء اللي بيقعوا فيها المستثمرين او الشباب اللي بتبدأ المشروع دوت؟ اول خطأ بيقعوا فيه الشباب، اول حاجة ما بيحسبوش كويس، ما بيعرفش يبيع كام عشان يكسب وبيبيع بكام والنسبة الربحية ايه، نسبة الربحية كام ويغطي مصاريفه بكام. خلينا نتكلم على اول خطأ ده ونعالجه ازاي بشكل بسيط جدا. لو نفترض ان انت شغال بعربية توزيع واحدة بس، ونفترض ان انت عندك مخزن صغير، هنقول مبدئيا المصاريف اللي انت هتصرفها، انت عندك عربية لو قلنا المعدل الاهلاك بتاعها الشهري 4000 جنيه، وقلنا العربية بتستهلك بنزين او ديزل وصيانات وزيت 3000 جنيه، وحضرتك هتعمل لنفسك مرتب مندوب وعمولة 5000 جنيه، يبقى كده معانا 5 و7 12000 جنيه. لو قلنا ان انت هتأجر مستودع
وهتدفع ضرائب وهتدفع مية وكهرباء للمستودع ب 3000 جنيه، فليكن مصاريفك 15000 جنيه. كل ما قللت من مصاريف كل ما قدرت تكسب اكتر، بس خلينا نحط معدل مصاريف بالزيادة عشان نكون في الامان. معنى ذلك ان انت بتطلع شهريا 15000 جنيه مصروف. ال15000 جنيه مصروف دولت لازم يعودوا عليك بمبلغ اكبر، لان لو جالك 15000 جنيه معنى ذلك ان انت ولا كسبت ولا خسرت. انا عشان اكسب 15000 جنيه، لو افترضنا ان انا بكسب 10% من السلع اللي انا بوزعها، فالمفروض ان انا اوزع شهريا ب 150000 جنيه عشان يطلع لي 15000 جنيه. لو افترضنا ان انا شاطر وبعرف اشتري كويس وبعرف ابيع كويس وبعمل 20% نسبة ربحية، فمعنى ذلك ان انا لو بعت ب 150000 جنيه فانا هكسب 30000 جنيه. 15000 هيغطوا مصاريفي و 15000 هتبقى ربحية. هو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نقدر نشتري كويس ونقدر نبيع سلعة تكون سعرها مش مكشوف. اقدر اكسب 20% واقدر اكسب 150، اقدر ابيع ب 150000 جنيه شهريا. انا النهاردة عشان ابيع ب 150000 جنيه شهريا لازم اخطط هبيعهم ازاي وعند كام عميل والدروب سايز بتاع العميل كام. يعني انا لو عرفت ابيع للعميل مرتين في الشهر، المرة ب 2000 جنيه، يعني العميل هياخد مني ب 4000 جنيه في الشهر. فانا محتاج كام عميل؟ محتاج حوالي 30 عميل. 30 عميل عشان يشتري مني ب 4000 جنيه، يعني 120000، مش هيغطوا اللي احنا عايزينه. لو عملنا 40 عميل، 40 عميل هيشتري مني ب 4000 جنيه، يعني 160 عميل، 160000 جنيه شهريا. يعني انا النهاردة لو استهدفت 40 عميل هيشتغلوا معايا وهيشتروا مني متوسط ب 4000 جنيه شهريا، هقدر اوصل ل 160000 جنيه. ال 160000 جنيه لو عرفت اخد فيهم ربحية 20%، فانا قدرت اكسب 15000 جنيه نت بروفيت او ربحية صافية، وده يعتبر انجاز قوي جدا. لو انا ما تمكنتش بان انا اعمل القصة دي، فانا مطالب ان انا ابيع ب 300000 جنيه واكسب 10% عشان اقدر اكسب ال 15000 جنيه صافي. انا النهاردة لو حققت المعادلة دي على مدار شهرين ثلاثة فانا في امان. طيب ايه الخطأ التاني اللي بيقع فيه الشباب وبيخليهم يفشلوا في المشروع بتاع التوزيع؟ الخطأ التاني ضياع راس المال في الآجل وفي امور غير محسوبة. لازم في الشغل دوت يبقى معايا سيولة ويبقى معايا كاش فلو، يعني سيولة نقدية موجودة احتياطية عشان اي فرصة اقدر الاقيها للشراء اشتري. اتعرض عليا منتج سعره كويس اشتري، لان زي ما قلنا المال صياد. لكن انا النهاردة لو رميت فلوسي كلها في السوق كريدت واجل انا هغرق. لازم سرعة دوران فلوسك تبقى عالية، ما تسيبش فلوسك شهر واسبوعين والكلام ده. حاول سرعة دورانك تبقى اقل حاجة اسبوع عند العميل، لانك لو رميت فلوس كريدت كتير هتغرق ومش هتقدر تحقق دوران راس المال اللي انت محتاجه، وهتحتاج فلوس كتير جدا تشتري بضاعة وتحطها في المخزن وتشتري بضاعة وترميها في السوق كريدت. دي من ضمن النقاط اللي بيقع فيها شباب كتير. زي ما قلنا ان دي من ضمن النقاط اللي بيقع فيها شباب كتير، من ضمن الحاجة اللي بعد كده التخاذل. التخاذل في العمل. يعني ايه التخاذل في العمل؟ ان انا بيبقى عندي مجهود معين ببذله في بداية المشروع وبعد كده طموحي بيقل ومجهودي بيقل، فكذلك الانتاجية بتقل. لازم تبقى عارف ان المشروع دوت محتاج راجل بيشتغل اقل حاجة 10 ساعات يوميا. انت بتبني مستقبلك، ما بتشتغلش عند حد، انت لازم تشتغل كل يوم 10 ساعات اقل شيء. 10 ساعات عشان هتشتغل سنة والتانية، وبعد كده تقدر العربية يبقوا عربيتين والعربيتين يبقوا 4، وبعد كده تقدر تدخل التوكيلات والوكالات اللي انت بتحلم بيها. كذلك من ضمن الاخطاء اللي بيقع فيها الشباب عدم اختيار الاصناف اللي هيشتغلوا فيها بشكل كويس، وعدم اختيار العملاء اللي هيشتغلوا معاهم.
اختيار الاصناف بيعتمد على عدة اشياء. اول شيء خبرتك انت اشتغلت فيها قبل كده، انت تقدر تشتري ايه، المنطقة اللي انت هتشتغل فيها محتاجة ايه، الفرصة اللي موجودة عندك ايه هي. وده يرجعنا تاني لموضوع الدراسة ودراسة الجدوى اللي هي اهم شيء قبل اي مشروع. وزي ما اتعلمنا في اي مشروع، دراسة الجدوى بتنقسم لتلات اشياء، وهي دراسة جدوى تسويقية في البداية، دراسة الجدوى التسويقية اللي هي هنشتغل في ايه وهنبيع عند مين وايه الصنف اللي هنختاره. ده محتاج دراسة جيدة قبل ما بتبدأ المشروع. ودراسة الجدوى التشغيلية هي اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ازاي هتوزع وازاي هتطلع تشتغل بنفسك وازاي هتقود الموضوع بمجهودك الشخصي، وانت هتبقى مسؤول من الموضوع من الالف للياء، لان انت مش محتاج مصاريف زيادة. ودراسة الجدوى المالية وهي اللي احنا اتكلمنا عليها، البي اند ال، انت بتصرف كام والمفروض ان انت تبيع كام بنسبة كام عشان تغطي مصاريفك وعشان تقدر تكسب ربحية معينة تجد ان انت تمكنك من النمو. مشروع التوزيع مشروع ممتاز، مشروع فيه فرص جامدة جدا، مشروع بيغير الفكر سنة عن سنة. انت اول سنة في المشروع مش هتفكر زي تاني سنة، هتلاقي افكارك اتغيرت وخبراتك اتغيرت، هتلاقي اصناف جددتها واصناف دخلت، هتلاقي اصناف طلعت من عندك ما كانتش بتكسب، هتلاقي ان انت بتتطور بشكل كبير جدا طول ما انت موجود في السوق. الموضوع ده مش لازم تسلم دقنك لحد فيه، الموضوع دوت لازم تقوم بيه بنفسك، لازم تشتغل بمجهودك بشكل مستمر. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان فكرة المشروع تعجبكم والحلقة تعجبكم، وما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وان شاء الله انتظرونا في مشاريع جديدة هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.